بعد اعتقال دام 21 عاما في سجون الاحتلال، تنسم الأسير وجيه أبو العون من بلدة عنبتة شرق طول كرم عبير الحرية، حيث أفرج عنه على حاجز الظاهرية العسكري جنوب الخليل، ليصل إلى عنبتة منتصرا بإرادته وصبره، حاملا معه رسالة الأسرى الذين يخوضون معركة الكرامة في وجه إدارة مصلحة السجون في ظل استمرار عصيانهم وصولا إلى الإضراب المفتوح عن الطعام. إحنا جماعة في سجون الاحتلال قاعدين بنعاني ونقاتل من أجل بنكبير وحرية كرامتنا. الفترة الأخيرة ومن قبل أسبوع تمام قامت قوات الاحتلال وإدارة سجون الاحتلال بالتنكيل والتجهيز على الأسرى. الله يعطيها لكل أسير يا رب، فرحت اللي أنا فرحت إن شاء الله ويفرج عن جميع الأسرى، وأنا إلى 4 سنين ما شفت وجيه، يعني كانت كتير فرحة والحمد لله رب العالمين والله يسعدهم. حفل استقبال حاشد حظي به المحرر أبو العون، حيث أفرج عنه من سجون الاحتلال وهو عميد لأسرى محافظة طول كرم، حفل شاركت فيه مكونات أبناء شعبنا في المحافظة، وشمل على كلمات أكدت على رفض واستنكار مجازر الاحتلال في مخيم جنين وعلى وجوب الوقوف مع الأسرى أكثر من أي وقت مضى، خاصة في ظل معاناتهم المتواصلة داخل السجون. نحن على القرار المستقل كيد الفلسطينية، هذا الاستقبال العظيم رسالة واضحة جدا، احنا مع الثوابت مع كل نضالنا وكفاحنا وتكرير مصيرنا نحو الدولة والاستقلال. هذا الاستقبال العظيم من جماهير شعبنا استفتاح عن كل قضايانا وثباتنا في أرضنا، وكل محاولة من جفير ونتنياهو وحكومة المطرف الصهيوني نتنياهو راح تكون للفشال والاحتلال الزوال لمحالة. تضحيات الأسرى الجسامي على درب الحرية تدفع مكونات شعبنا إلى الاصطفاف خلف قضيتهم واستمرار الحراك الشعبي والرسمي الداعم لهم. بالرغم من الجرح النازف ومجازر الاحتلال، إلا أن استقبال أسرانا بعد قضائهم لسنوات طويلة في السجون يعيد بارقة الأمل نحو الحرية بإقامة الدولة وعاصمتها القدس الشريف. إيهاب ضمير، تلفزيون فلسطين، من بلدة عنبتة شرق طول كرم.